وهذا سائل يقول: أمي لديها مبلغ 6000 ريال وتقريبا منذ 8 سنوات ولم تخرج زكاته منذ تلك المدة، والآن أخرجت منه زكاة 8 سنوات. نعم، يجب عليها أن تخرج عن 8 سنوات ربع العشر عن كل سنة، ولا يكفي إخراج زكاة سنة واحدة فقط، لا بد أن تزكيه عن جميع السنوات، لأن تخرج ربع العشر عن كل سنة. نعم.